السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم ميس تاني من قناه علمني. زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات ان احنا هنحل النموذج الاسترشادي الثالث، ويبقى كده حلينا لكم الثلاث نماذج، وان شاء الله باذن الله ما يخرجش منهم الامتحان باذن الله، ورب بالنجاح والتوفيق. بس كملوا الفيديو للاخر، ولو انتوا اول مره تسمعونا يا ريت تشاركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. بسم الله الرحمن الرحيم. ضع خطا تحت الاجابه الصحيحه من البدائل الموجوده في كل سؤال. أولا طبعا اللغة العربية من نص آيات العلم: والجهل يخفض أمة ويذلها، والعلم يرفعها أجل مقامي. معنى أجل: أشهر، أبرز، أعظم، أشمل. أعظم. مضاد يخفض، يقبل، يرفع، يمنع، ينظم. طبعا يرفع. الجهل والعلم بينهما ترادف، تضاد، تكامل، تجانس. تضاد. الإعراب أمة: تمييز، حال، مفعول به، مفعول مطلق. يخفض أمة مفعول به. إعراب مقامي: مبتدأ مضاف إليه، مفعول به، خبر. أجل مقامي يبقى مضاف إليه. من موضوع من قصة أثر: تعد من أهم القلاع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، فقد اهتم بها سلاطين وحكام مصر على مر العصور التاريخية. مفرد حكام: حاكم، حكيم، حكمة، محكوم. تمام، برافو. حاكم. معنى تعد: ترتقي، تشتمل، تعتبر، تكتمل. برافو، تعتبر. جددت الكنيسة المعلقة في عهد الخليفة العباسي الأمين المأمون المتوكل هارون الرشيد. هارون الرشيد. إعراب سلاطين: مبتدأ مضاف إليه، فاعل، خبر. اهتم بها سلاطين يبقى فاعل. إعراب التاريخية: نعت، حال، خبر، تمييز. نعت. ثانيا اللغة الإنجليزية number one: when tourists want to know something about the country they are visiting they go to the. خلاص، يعني بيقول لك لما السياح يكونوا عايزين يعرفوا بعض المعلومات او بعض الحاجات عن البلاد اللي هيزوروها هيذهبوا فين؟ youth hotel, police station, tourist information center, bazaar. ها، Tourist Information Center يعني مركز معلومات ايه للسياح. Not stories shows us how to solve problem. يعني في حاجات اللي بيبين لنا حل المشكلات. ايه هو اللي بيبين لنا حل المشكلات؟ Adventure, Historical, Travel, Detective Stories. تمام. My grandfather was very intelligent and he got to several some awards brain months awards يعني مكافآت. This program focuses developing your ability to work in a team on with from off. يعني البرنامج دوت بيركز على تطوير او تطويرك انك تعمل في ايه، في فريق. هيكون ايه؟ on developing. خلاص. my sister is very brilliant she is very active not more one more in addition to furthermore. طيب. I not come to your office last week because I was ill. يعني أنا ما قدرتش أزورك في مكتبك الأسبوع الماضي لأن أنا كنت تعبان. Could, didn't have to, wasn't able to, weren't able to, wasn't able to. تمام؟ طيب. ثالثا الدراسات الاجتماعية: واحد، تتشابه تضاريس قارة أستراليا مع تضاريس قارة أفريقيا. تعد الأغلبية العظمى من سكان الوطن العربي من السلالة، طبعا سكان الوطن العربي بقى سلالة على طول، الكوكازية، عندك المغولية، الزنجية، النقية، الكوكازية.
أدرك محمد علي أهمية مياه نهر النيل للأمن القومي، فقام بضم الشام، السودان، الجزيرة العربية، اليونان. يبقى طبعا السودان أهميتها لنهر النيل، نهر النيل بيمر بينا احنا الاتنين. كافح إسماعيل قضية التمييز العنصري وتحقيق المساواة بين أبناء القارة الأفريقية، فقام بتوسعاته في الأقاليم الاستوائية، ساحل البحر الأحمر، شمال أفريقيا، سواحل الشام. أقاليم استوائية. حصل ديليسيبس على امتياز حفر شركة قناة السويس في عهد الخديوي إسماعيل، سعيد، عباس، توفيق. أكيد سعيد. رابعا الرياضيات، إذا كانت سين على صاد بيساوي عين على لام بيساوي اتنين على تلاتة، فإن سين زائد اتنين عين على صاد زائد اتنين لام هيساوي كام؟ احنا هنشيل السين وهنستبدلها باتنين، والصاد نفس القصة هنستبدلها بتلاتة، والعين برضو هنشيلها ونستبدلها باتنين، واللام بتلاتة. هنعمل العملية الحسابية بتاعتنا، هيطلع اتنين على تلاتة. إذا كان عدد عناصر سين بيساوي خمسة، وعناصر صاد في سين في صاد بيساوي عشرة، إن عدد عناصر صاد هيساوي اتنين. أبسط مقاييس التشتت هو الوسط الحسابي، الوسيط، المدى، المنوال. المدى. الرابع المتناسب للأعداد أربعة واتناشر ستاشر هو، طبعا هنا هيبقى أربعة على اتناشر، ستاشر على سين، هعمل العملية الحسابية بتاعتي هتطلع 48. خلاص. إذا كان قياس الزاوية ألف بيساوي 75 وج ب بيساوي جتا ألف، حيث ب زاوية حادة، فإن قياس زاوية ب هيساوي 15. طبعا ده لازم يكون مثلث قائم الزاوية. في المثلث ألف ب ج القائم الزاوية في ج، جتا ألف جتا ب بيساوي 48 على 100. حاصل ضرب ميلين مستقيمين المتعامدين سالب واحد، سالب واحد زائد واحد صفر. طبعا يا سالب واحد دي قاعدة. إذا كانت ألف خمسة وسبعة وب واحد وناقص واحد، فإن منتصف ألف ب هي النقطة تلاتة وتلاتة، تلاتة واتنين، اتنين وتلاتة، أربعة وتلاتة، يبقى عندك تلاتة وتلاتة. خامسا العلوم، واحد قدرة بعض الكائنات على تعويض الأجزاء المفقودة منها تسمى تجدد، التبرعم، الانقسام ثنائي، التكاثر الخضري. التجدد. قرص غازي مستدير كون كواكب المجموعة الشمسية هو المجرة، السديم، الانفجار العظيم، الكون. السديم. سقط شعاع ضوئي على مرآة مستوية بزاوية سقوط تساوي 30 درجة، فإنه ينعكس بحيث تكون زاوية الانعكاس مساوية 30 60 90 180 30. عيب الإبصار الناشئ عن نقص قطر كرة العين يسمى قصر النظر، المياه بيضاء، المياه الزرقاء، طول نظر. طول نظر. إذا تحرك جسم من السكون بانتظام حتى بلغت سرعته 10 م لكل ثانية، بعد ثانيتين من بدء الحركة يكون التغير في سرعة الجسم خلال ثانيتين يساوي نقط م لكل ثانية تربيع. صفر، خمسة، عشرة، عشرين، خمسة. ناتج قسمة المسافة الكلية التي يقطعها الجسم المتحرك على الزمن الكلي المستغرق لقطع هذه المسافة يساوي السرعة النهائية، الإزاحة، السرعة المتوسطة، السرعة النسبية، السرعة المتوسطة. وبكده نكون خلصنا حل النموذج الثالث استرشادي اللي أصدرته وزارة التربية والتعليم، ويا رب إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. نقول لكم تاني يا ريت تركزوا إن شاء الله، ومفيش قلق ولا توتر، نركز في أي اختيار هنختاره قبل ما نحط العلامة بتاعتنا، نتأكد إنه صح، ونقرأ الأسئلة كويس، ونبدأ بالأسئلة السهلة علينا، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح. وفي نصائح طبعا كتير للامتحانات عندنا هنسيبها لكم في صندوق الوصف اللينك بتاعها. ولو الفيديو عجبكم ياريت تعملوا لنا إعجاب وتشاركوه مع زمايلكم عشان الكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.